السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما طبعا تكلمنا عن موضوع الواي فاي وعن موضوع كيف انك تعملها كونفيجريشن، بس انه انا يعني المشكلة كانت عندي انه يعني الوايرلس اكسس بوينت او الوايرلس كارد خلينا نسميها مش ما بتدعم خيارات كثير لانها رخيصة يعني بسيطة جدا، فمرجع كل شيء زي ما كان. الآن ننتقل لموضوع اللي هو الكابتيف بورتال. الكابتيف بورتال طبعا شيء جميل جدا، موضوع خاصة الواي فاي بشكل عام، لأنه أنت ما بتعرف مين اللي يعني شابك على الواي فاي تبعك، أو حتى لو بتعرف مين اللي شابك على الواي فاي تبعك، في خيارات تقدر تتحكم فيها أكثر بكثير من الوضع الطبيعي. فلو حكيت إنه هاي دي إم زي بورتال او دي ام زي زون، فدي ام زي زون طبعا فدي ام زي زون بورتال، بعدين بتكيو كونتينيو بفتح لك الهاي. طبعا اول شيء بدك تعمله انيبل، يعني او هاي ليش مفيدة؟ لانه مرات بدك تعمل بس ديسيبل بدون ما تخسر كل الكونفيجريشن، يعني كل الاعدادات اللي راح نعملها نقدر بالنهاية نعمل انيبل او ديسيبل بدون ما انك تعمل ديليت، يعني تحذف كل هاي الاعدادات. فبتختار انت الدي ام زي ماكسيمم كونكرنت، ما في داعي مثلا ايدل تايم اوت، يعني هاي الايدل تايم اوت، خلينا نفرض انه في عندنا ماكسيمم كونكرنت كونكشن، فتخيل انه في عندك 10 دائما حاجزين الخط والخط ما بيوسع غير ل10، بينما هم ما بيشتغلوا اي شيء على النت. فالايدل انه بحكي لك بعد 10 دقائق اذا ما عمل هذا اليوزر اي شيء او هذا الجهاز ما عمل اي شيء ما اتصل بالانترنت، فانت اعتبره انه منتهي ما بيستخدم النت. فمثلا 10 15 او 10 دقائق، يعني فترة ممتازة. هنا بيتكلم عن ال يعني بحكي لك انه حتى لو قاعد بيشتغل على النت بعد قديش افصله عن النت بشكل مباشر، يعني انه مسموح له يتصل بالانترنت. كل ما يعمل اوثنتيكيشن، كل ما يدخل يوزر نيم باسورد، كل قديش انا امنعه من الاتصال بالنت عشان يرد مرة ثانية. يعني زي كأنك بتسحب بطاقة تيكت، فكل مثلا كل خلينا نفرض يعني كل 10 دقائق، راح اورجيكو كيف، بس انه خلينا نفرض 60 دقيقة اللي هي ساعة او قد ما بدكم تقدروا تحطوها. الان باس ثرو كريدت الاود بير ماك ادرس، هنا بتكلم عن يعني كيف تتحكم عن طريق الماك ادرس، ويتنج بيريود، هذول ادفانس، بس انه يعني هذول كلياتهم بتكلموا عن موضوع التحكم عن طريق الماك ادرس. لكن انت يعني راح تشوف يعني مش لازم انك تستخدمهم 100% دائما يعني، لكن انا بدي احط خلينا نسميهم جنرال اعدادات بشكل عام اي واحد ممكن يستخدمهم. هون بتكلم عن اللوج اوت بوب اب ويندو، يعني هاي اللي راح تظهر لك في وضع لما تكون عامل لوج اوت، في لما تكون عامل لوج ان، فبري اوثنتيكيشن ريدايركتد يو ار ال. بالنسبه هذا اليو ار ال فرضا انه انا ما عملت اوثنتيكيشن، ما قبل ما اعمل اوثنتيكيشن، او فرضا اني استخدمت النت بدون ما اعمل اوثنتيكيشن، وين انا ممكن يعمل لي ريدايركشن، يحول مسار البيانات او البراوزر تبعي. فمثلا HTTP خلينا نفرض انه انا بدي اياه يروح على gnu.org، وفرضا هون بدي بعد ما يعمل اوثنتيكيشن البراوزر لازم ينتقل لمكان ثاني بعد ما يدخل يوزر نيم باسورد، مثلا خليه يروح على freesoftwarefoundation.org، و
هنا في عندك مثلا بلوكت ماك ادرس، لو انا عملت فلترنج عن طريق الماك ادرس اللي تكلمنا عليه فوق قبل شوي، فانا بقدر مثلا احكي له روح على مثل هيك، بدخل انت اللي بدك اياه، كونكرنت يوزر لوجنز، يعني كيف بدي احكي لك هاي، انه فرضا انا دخلت بعدين انا اجى واحد مثلا صاحبي او كذا بده يتصل بالانترنت، اعطيته اليوزر نيم والباسورد تبعي عشان يشبك على النت، ف بقدر اعمل ديسيبل، يعني بس بقدر اعمل لوج ان، اي واحد اي يوزر بيقدر يعمل لوج ان من جهاز واحد فقط. طب اذا بدي اشبك على جهاز ثاني بعمل لوج اوت، بعمل لوج ان من الجهاز الاخر. هاي يعني نوع من السكيورتي كمان، علشان ما يعني كل واحد يتحمل نتيجة تصرفات او شيء مثل هيك. يعني ماك فلترينج بقدر اعمل ديسيبل او انيبل ماك فلترينج، باس ثرو ماك ادرس اوتو انتري، هاي بتعلق انه مثلا هذا الجهاز له ماك ادرس، شبك عندي ودخل يوزر نيم باسورد، معناته هذا valid، يعني الجهاز له صلاحيات انه يتصل بالنت، فانا زي كانه هو الفاير وول بيعمل له عمليه حفظ لهي الماك ادرس. هاي شيء كثير رائع اللي هو بير يوزر باندويث ريستريكشن، وشيء حلو. ليش؟ لانه بالعاده اغلب حكيت لكم انه بيستخدموه عن طريق الواي فاي، فانت بهمك انه ما يتصلوا بالنت بشكل كبير، فانت بتقدر تحطه 512 كيلو بت بير سكند او اللي هي 512، فبيسمح لهم باثنين 64 كيلو بت بير سكند مش زي ما محاطين هون. يعني على سبيل المثال يعني بحكي انت بتقدر تحط مثلا 250 56، انا بوضعية الابلود يعني انت لك الحرية. الان في عندك الاوثنتيكيشن، نو اوثنتيكيشن، لوكال، وفي عندك الرادياس، غالبا بيستخدموا الرادياس، لكن خلينا نفرض انه في عندي لوكال، فانت بدك تدخل هون على اللوكال، بعدين يعني مثلا هون بتضيف مستخدم اخر، خلينا نسميه هاي مثلا اسام، او مثلا علي، الباسورد مثلا علي 123، علي 123، فول نيم مثلا علي، اي شيء مثلا اذا بدك انه يعمل له عمليه اكسبريشن. هون في عندك اوثرايزد كي، تكلمنا عليها بالاس اس اتش بال اوائل الفيديوهات عن البي اف سينس، اي بي سيك، بس هاي هي كل الاشياء هاي. انت صار عندك طبعا هون يوزر نيم او يوزر جديد، فبيقدر عن طريقه يعمل العمليه هاي. طبعا هون كله ليش كله grayed out او كلياته صار بالرمادي، يعني كله معمول له deactivation غير فعال، لانك انت هون شو اللي بتختار؟ اخترت الرادياس مباشرة كله بتفعل لتحت، لكن انت اخترت local user manager، فهون طبعا اذا بدك يعني الان خلينا بس ننتقل ل ريمينا ونشبك. عندي ويندوز اكس بي، عندي هون راح نشبك على ويندوز 7. لو جيت على ويندوز مثلا اكس بي، خلينا نجي هون، خلينا مثلا شو ناخذ اوبن سو، في مشكلة اتوقع هون، ليش احنا ما عملنا سيف، طيب خلينا نعمل سيف مبدئيا. طبعا هو قبل ما ننتقل بس نعمل سيف، هاي HTTPS، انه بدل ما انك تعمل authentication داخل يوزر نيم والباسورد، بنعرف انه هذا الشيء مش يعني شيء مش منيح، فانت بتقدر تعمل يوزر نيم وباسورد
عن طريق HTTPS يعني Secured هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. فطبعا هون ديسيبل اتش تي تي بي اس فورورد ستارت شيء يعني. لكن انا بحكي هون انت مثلا بورتال بيج اللي هو راح يظهر لك لما نعمل سيف حاليا. فهيك احنا عملنا العمليه هاي. لو اجيت هون مثلا رحنا على بيت.com غريب جدا. طب جرب هون شوف عندي هون. ايوه تمام. هاي يعني ليش في مشكلة هون؟ ما بعرف ليش في مشكلة هون. بس هاي اللي هي اللي هي هون هي الكابتف بورتال بيج اللي موجودة حاليا هون. بورتال بيج كونتنت انت بتقدر طبعا يعني تحمل من عندك على الجهاز البيج اللي بدك اياها فانت بتقدر تحمل البيج اللي بدك اياها هون. مثلا تغير بي اف سينس كابتف بورتال تحطه مثلا شركه example.com او شيء مثل هيك. يوزر نيم ويلكم تو بي اف سينس كابتف بورتال. بتقدر تحط مثلا دعايات, بتقدر تحط مثلا صور اشياء. انت بتعمل HTML بيج عاديه وبتضيف عندك بهي الحاله بتصير بدك الان خلينا يعني نشبك على الهاي. فانا بدي كيلو هاي علي 1 2 3 نشوف انه مشت امورنا ولا لا. طبعا انت بتلاحظ هون انه انا عندي HTTP مش HTTPS. اوكي invalid credential specified ما في مشكلة. بس المهم يعني الفكرة اللي وصلت انه مثلا بصير عندي يوزر نيم وباسورد, لكن يبدو انه في عندي مشكلة بيوزر نيم وباسورد. طيب مرة ثانية نجرب. نو غريب invalid credential specified. على كل حال يعني هاي الفكرة الرئيسية من الموضوع. مش يعني بس يعني على سبيل المثال خلينا نحكي وانت هون بتكون عملت الكابتف بورتال, لكن هم غالبا حكيت لك بيستخدموا الريدياس وغالبا اوبن الداب علشان يقوم بهاي العملية. هون شاكر لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.